أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. الهيئنات مفوضية حقوق الإنسان تؤكد حدوث انتهاكات في سجون نينوى. القدس العربي اليزيديون ينفذون عمليات تصفية للسنة في سنجار بسلاح الحشد الشعبي. الزمان سخط شعبي على الموازنة المالية الضعيفة للمحافظات العراقية المدمرة. العربي الجديد اتفاق إدلب صامد ومخاوف من اقتتال تحرير الشام والمعارضة. الحياة تشدد حزب الله يمدد أزمة تأليف حكومة لبنان والحريري وعون يبحثان المخارج. العرب اللندنية الدنمارك تتهم إيران بالتخطيط لشن هجوم على أراضيها. الخليج الإماراتية ترامب يعتزم إبطال منح الجنسية للمولودين في أمريكا. من العناوين ننتقل إلى المقالات ونبدأ من صحيفة العرب الجديد، حيث وجدنا مقالا لعبد اللطيف السعدون كان متنه في متابعة لما جرى ويجري على خشبة المسرح السياسي العراقي منذ الانتخابات البرلمانية. أخيرا يمكن رصد جملة متغيرات طفت على السطح وشكلت جزءا مكملا للمشهد الماثل طوال سنوات العجاف التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد. ويرى الكاتب أن هذه المتغيرات تجعلنا نميل إلى الإقرار بأن العملية السياسية التي هندسها الأمريكيون ووثقها الدستور الهجين الذي وضع مسودته اليهودي نوح فيلدمان باقية وتتمدد. لم يدهشنا أن شخصيات كانت إلى حد قريب تتزعم حملة رفض مطلق للعملية السياسية وتدين الفاعلين فيها وتناور من أماكن إقامتها خارج البلاد، وطارحة مشاريع وطنية وهمية سارعت إلى الدخول على غير استحياء في العملية السياسية، وشاركت في الانتخابات بحرارة، وساومت على المواقع الوزارية، وغازلت خصومها الذين كانت تقذفهم بشتى التهم، وفي حسابها أن من لا يدرك كله جدير به ألا يترك أقله، والحصول على بعض الغنيمة أفضل من الانتظار، خصوصا أن الأعمار قصار مهما طالت. لم يدهشنا السلوك الانتهازي لقوى محسوبة على اليسار وسعيها المحموم إلى الانضواء في تحالفات مع قوى طائفية وقبولها بما هو مقسوم لها، حتى ولو بتذييلها ووضعها في آخر السلم وعدم استشارتها في قضايا مهمة وردوخها لتوجيهات تصل إليها عبر تويتر من قيادات دينية يفترض أنها أبعد ما تكون عنها بالفكر وبالممارسة. وأيضا مرة أخرى لم نفاجأ بأن الوزراء 14 الذين وصفهم عبد المهدي بأنهم تكنوقراط أو مستقلون ليسوا كذلك، إنما هم محسوبون على الكتل الحاكمة ولم تخرج تشكيلتهم عن حسابات المحاصصة التي شرعنها الحاكم الأمريكي الأسبق للعراق بول بريمر. الكاتب يقول إنه لن يصدق أحد منا بعد اليوم أكذوبة نهاية المحاصصة الطائفية، وكل ما يحيط بنا ينبئنا بأن العملية السياسية باقية وتتمدد، وأن لا مجال لعملية سياسية وطنية بديلة، لأن عملية كهذه لا تتحقق إلا بمعجزة، وإلى أن تحدث تلك المعجزة سيواصل بعض الوطنيين لهاثهم وراء بقايا الغنيمة بعد أن طووا ملفات برامجهم و
وقدموا أوراق اعتمادهم إلى طهران التي منحتهم بركاتها. يبدو أن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي في منهاجه الحكومي كان حريصا بالدرجة الأولى على تحقيق سمعة طيبة، وكأنه خبير وعالم أكاديمي يقدم الحالة العراقية على طبق العلم الحديث، وليس قائدا سياسيا ومنقذا وطنيا عليه مواجهة الأزمة وأسبابها وصناع الفشل وزعماء الفساد بقوة ومصارحة الشعب بما حصل والمسببين الحقيقيين لذلك وعدم مجاملة من اختاره إن كان الهدف هو خدمة الشعب، وهذا لم يحصل إلى حد الآن، والمؤشرات الحالية للأسف لا تقود إلى ذلك. هذا ما أشار إليه ماجد السامرائي في مقاله بصحيفة العرب اللندنية. المقدمات السياسية للمنهاج والبرنامج الحكومي انطلقت من كون رئيس الوزراء ابنا للعملية السياسية والمدافع عن سلامتها وسلامة حكم الإسلام السياسي، رغم كل ما قدمته زعاماته من تخريب سياسي واقتصادي وأمني هائل وسمعة سيئة للعراق في الأوساط العالمية. عبد المهدي لم يعلمنا في مقدمات برنامجه السياسي عما تحقق من عدالة وحقوق إنسان ومواطنة في العهد الجديد بعد 2003. هل هي في حالة الاحتراب الطائفي التي شجعها مسؤولون وحكام قبله؟ أم في المعتقلات والسجون التي ورثوها من المحتلين؟ لا يجد القارئ للمنهاج أي خطوة فورية لإنقاذ أهل البصرة والموصل ومدن النزوح. اعترف المنهاج الحكومي بالكارثة التي يعيشها الجهاز الحكومي المثقل بإفرازات البطالة والبيروقراطية، لكنه لم يعترف بحقيقة هيمنة الأحزاب على هذا الجهاز الذي تردت فيه القيم الإدارية وسادت الرشوة والمحاصصة الطائفية من أعلى الهرم إلى قاعدته. لكن رئيس الوزراء الجديد يترجى من الأحزاب المتورطة بالفساد والفشل أن تحقق الحدود الدنيا من التوافق حول الشفافية في فضح أخطبوط النهب والفساد، لأنه يخاف من قسوتها عليه وهي أولى خطوات الفشل. ويرى الكاتب أن البرامج النظرية الجميلة لم تعد قادرة على إرضاء العراقيين في وضعهم الحالي، فهم في حالة غضب جماعي، ولن يرضيهم برنامج حكومي يمكن أن يكون أطروحة ناجحة في جامعة السوربون أو أكسفورد، بل ترضيهم حكومة قوية نزيهة ورئيس وزراء قوي وشجاع وإجراءات إنقاذية حقيقية. الرؤساء الثلاثة برهم صالح وعادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي أصدروا في أوقات متقاربة بيانات أو تسريبات أو آراء تتعلق بعزمهم إعادة إصلاح منظومة رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان كخطوة أولى قبل التوجه إلى تطبيق وعود الإصلاح الأخرى. مشرق عباس يقول في صحيفة الحياة أن مثل تلك الإعلانات قد تكون مجرد دعاية أو حماسة للحصول على التضامن الشعبي، وربما إدانة غير مباشرة لحقب الرؤساء السابقين، وقد ينتهي الأمر إلى الإدراج التي تكدست فيها الإعلانات المماثلة، لكنها تكتنف في الأقل إدراكا متصاعدا بأن رأس السلطة في العراق ليس أقل فسادا من قاعدته. عندما نقول إن رأس الدولة فاسد فتلك ليست تهمة بل إقرار بواقع حال وإعادة تعريف للفساد من جديد، ليعبر أيضا عن حالات التغاضي والتبديد وإهدار الإمكانات وتقويض أسس الدولة الرشيدة والسماح بمنظومات وهمية في صلب عمل مؤسسات الدولة العراقية. وحيث أن الرأس أحاط نفسه دائما بجدران قانونية وسياسية وأمنية بررت له الخطأ وساعدته على الاستمرار فيه وأرغمته أحياناً، يمكننا القول إن تعبير الدولة العميقة
أو ما سنطلق عليه منظومة الفساد العميقة التي تقاوم التغيير وتؤمن نفسها أمام العواصف، متركزة بشكل وثيق في منظومات إدارة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، قبل أن تبث سمها بانتظام إلى بقية المؤسسات والوزارات. إن منظومة الفساد العميقة هي التي تقاوم بصلابة افتتاح المنطقة الخضراء والمناطق والمربعات الأمنية والمربعات المحيطة بالوزارات والمؤسسات والحكومات في بغداد والمحافظات، لأنها تحمي نفسها في الأساس قبل أن تحمي رؤساءها ووزراءها، وتريد منهم بل تفرض عليهم أن يتكيفوا مع واقع شاذ يديرون من خلاله الدولة بما يشبه زعماء مافيا من خلف أسوار عالية منفصلة عن شعبهم. الكاتب يختتم مقاله قائلا إنه على الرؤساء الثلاثة أن يمضوا معا لخطط عمل تشريعية وتنفيذية شاملة وجريئة تطعن منظومة الفساد العميقة في رؤسائها المتكدسة بالقرب من مكاتبهم أولها قبل المضي إلى المكاتب الأخرى. فالإصلاح مؤلم وخطير وقاس على الشعب في المراحل المقبلة، ومن يريد المضي إليه عليه أن يخضع نفسه أو أن يخضع نفسه لذلك الألم أولا. دأبت الصحافة الغربية على تصوير المشهد السياسي في العراق وفق الرؤية الأمريكية القائمة على المصلحة أو القائمة على المصلحة الذاتية للولايات المتحدة في المقام الأول، دون الأخذ بنظر الاعتبار منافع الشركاء الإقليميين أو المحليين إلا في إطار ما يعود على واشنطن بالنفع على المستويين السياسي والاقتصادي. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن طريقة عرض المأساة التي تحيق بالعراقيين لا تأخذ نسقا معاديا للإدارة الأمريكية بشكل مباشر، وإنما يتم توجيه اللوم أو الاتهام إلى شخص ترامب نفسه أو إلى مؤسسات معينة ضمن دائرة العداء الداخلي والمنطلقات الحزبية للصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين. لعل صحيفة واشنطن بوست كانت صريحة جدا مؤخرا وهي تسلط الضوء على الأهداف الرئيسة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث أكدت أن الغاية المرحلية لها تتمثل بتحقيق التوازن بين القوى المتنافسة والمتصارعة التي تدعم مصالحها الجوهرية، وفي مقدمة تلك المصالح السلام مع الكيان الصهيوني. وما جرى مؤخرا من حركات للتطبيع المفضوح دليل مؤكد على ذلك، فضلا عن أن مظاهر الأهداف المقصودة مشاهدة بوضوح في ظل الصراع الذي تديره إيران ويأخذ صبغة طائفية ليلقي بظلاله على كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، الذي يجعل من المنطقة ككل واحدة من أكثر الأماكن اضطرابا في ظاهرها، لكنها متوازنة في مقاصد السياسة الأمريكية. يكفي الراصد ما يجري في المشهد العراقي ليتعرف على مسار الحراك الأمريكي في هذا الشأن، فالعملية السياسية انتقلت إلى مرحلة جديدة أكثر سوءاً من سابقاتها. فإذا كانت حكومات الجعفري والمالكي والعبادي قد شيدت على أنقاض الطائفية التي فتكت بالشعب العراقي، فإن حكومة عبد المهدي قامت على دمار العراق ككل وفناء بناه التحتية وتلاشي مدنه وتشريد جزء من شعبه وتجويع جزء آخر. وبحسب الكاتب فإن الولايات المتحدة تصر على إبقاء رمق من الحياة في العملية السياسية باعتبارها نواة مشروعها الأكبر في الشرق الأوسط، مستخدمة العديد من السبل. فبدأً حاولت الصحافة الغربية إظهار نتائج الانتخابات على أنها معيار للإصلاح وللتغيير وتغيير لكسب ود الشعب الشارع العراقي الذي قاطعها أصلا، فيما لجأت وسائل الإعلام إلى إظهار رئيس الوزراء الجديد على أنه شخصية مناسبة لإدارة البلاد، متجاهلة تاريخه السيء في التقلبات بين الأفكار تبعا لمزاجية مرجعيته السياسية والفكرية.
في خطوة توقعها مراقبون للشأن الفلسطيني، اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني قرارا قضى بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها. وخول منظمة التحرير الفلسطينية متابعة هذا القرار وتنفيذه، وربط القرار عودة الاعتراف بالكيان باعتراف دولة الاحتلال بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. صحيفة الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها أنه لم يكن مقبولا البقاء دون موقف، خاصة مع استمرار انتهاك الكيان الصهيوني للاتفاقيات والتفاهمات التي سبق وأن تم التواصل إليها مع السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية برعاية إقليمية ودولية. قضايا كثيرة تراكمت ودفعت بالمجلس المركزي الفلسطيني لاتخاذ القرار الأخير، لعل أبرزها التطورات المتعلقة بقضايا الحل النهائي للصراع العربي الإسرائيلي، من بينها حق العودة ووقف الاستيطان والاعتراف بفلسطين دولة كاملة السيادة على حدود 67، إذ إنه عوضاً عن ذلك اتخذت إسرائيل قرارات صبت في مجملها باتجاه إضعاف السلطة والرئيس محمود عباس، بل أكثر من ذلك استمرار سياسة الاستيطان، لدرجة أن ملامح الدولة الفلسطينية بدأت بالاختفاء بعد أن حاصرتها المستوطنات من كل جهة. ولم يقتصر الأمر على موقف إسرائيل وحدها، بل امتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي اتخذت خطوات أكدت من خلالها وقوفها التام إلى جانب إسرائيل، خاصة قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وما تلا ذلك من قرارات مجحفة ضد الفلسطينيين، من بينها طرد بعثة منظمة التحرير من واشنطن ورفع الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، إضافة إلى موقف معادل لفلسطين في المحافل الدولية عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنعه من إدانة إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الصحيفة ترى أن السؤال المطروح هو ماذا بعد تعليق الاعتراف الفلسطيني بدولة ما يسمى إسرائيل؟ وهل يمكن لهذا القرار أن يمنع السياسة الصهيونية المتبعة في التعامل مع السلطة؟ الأمر يبدو صعبا على الفلسطينيين وعلى قيادتهم، لكن من المؤكد أن الموقف يعيد خلط الأوراق من جديد ويلقي بظلاله على التحركات التي كانت قد بدأت لعقد ما صار يعرف بصفقة القرن التي صارت في مهب الريح. في خطوة قد تكون الأخطر ضمن سياسات الإدارة الأمريكية الراهنة حول قوانين الهجرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العزم على حجب الحق في الجنسية عن المولودين على أرض الولايات المتحدة، وأنه سيعطل هذا العرف عن طريق الأمر التنفيذي الرئاسي فقط دون حاجة إلى تعديل الدستور كما هو شائع. صحيفة القدس العربي ترى أن هذا القرار إذا ما تم تنفيذه فإنه سيدل على عنصرية ترامب المدججة بالسلاح وجدران الفصل العنصري. توقيت كشف النقاب عن هذه الخطوة ليست مصادفة بالطبع، إذ إنه يستكمل سلسلة القرارات والمواقف التي ينخرط فيها ترامب ضمن حملات الحزب الجمهوري لانتخابات الكونغرس. وفي ضوء معطيات متزايدة تشير إلى احتمال خسران الرئيس الأمريكي الأغلبية الراهنة في مجلسي النواب والشيوخ، ومن ناحية أخرى فإن للخطوة أهدافها الأبعد التي تتجاوز الحملات الانتخابية، لأنها تدغدغ مشاعر الشرائح المحافظة والعنصرية داخل جمهور ترامب التقليدي، خاصة أنصار التفوق الأبيض ومبدأ أمريكا أولاً، وترص الصفوف استعداداً لأم المعارك الانتخابية في 2020. صحيح أن قرارات مماثلة صدرت عن رؤساء أمريكيين سابقين، إلا أن فلسفة ترامب في هذا الميدان لا تخطئها العقول، لأنه يقرن الإجراء بمبدأ أوسع هو العزل والانعزال، بما في ذلك التفكير
ببناء جدار فاصل بين أمريكا وجيرانها. ومن المفارقات العجيبة أن ترامب لا يستغفل عقول جمهوره فقط، بل يستهين بأبسط الحقائق الراسخة والوقائع الجلية. ففي مسألة منح الجنسية عن طريق الولادة، جزم بأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تعتمد هذا العرف، جاهلاً أو متناسياً ربما أنه يطبق في 30 دولة على نطاق العالم. وتختتم الصحيفة قائلة أن الأخطر بالطبع أن قرارات ترامب وتصريحاته وخطبه وتغريداته تسهم مباشرة في تأجيج الأحقاد العنصرية وتثير ردود أفعال قصوى بالغة الخطورة، مثل تشكيل ميليشيات خاصة مسلحة تتوجه إلى الحدود دفاعا عن أمريكا النقية بزعم احتواء قوافل المهاجرين على عناصر إرهابية، أو مثل إرسال طرود ملغومة إلى شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية ومراكز إعلامية معروفة باختلافها مع سياسات ترامب. ولعل ما خفي في هذه السياسات يظل أعظم. فاصل من بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم نتابعه الآن. صدى الأقلام لهذا اليوم وصل إلى نهايته، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.